بحضراتكم من جديد. كل التفاصيل اللي تتعلق بأخبار النادي الأهلي هنتابعها من خلال ترند الأهلي، بس التعليق بتاعنا هو اللي هيوضح بعض التفاصيل بخصوص النادي تحديدا. فبالتالي خلينا نبتدي في ترند الأهلي بمحمد هاني، وهو الشغل الشاغل دلوقتي الجمهور الأهلي بخصوص مدى إمكانية لحاقه بمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا. فخليني أطمن حضراتكم في البداية. طبعا سوبر كورة حسابهم على فيسبوك بيقولوا إن الرباط الخارجي يرفع درجة تفاؤل الأهلي تجاه إصابة محمد هاني. الحمد لله ان الاصابه في الركبه في او بجزع في الرباط الخارجي للركبه، فالرباط الخارجي بيبقى ظاهر شويه، تقدر ان انت تتعامل معاه بشكل اسهل من الرباط الداخلي للركبه. فلو لا قدر الله كان الموضوع بيتعلق بالرباط الداخلي للركبه ما كانش هيلحق الماتش. لكن دلوقتي موقف هاني ايه من المباراه النهائيه؟ هاني موجود باذن الله تعالى في المباراه النهائيه بتاع دوري ابطال افريقيا. الامور جيده، بكره هنطمن اللي هو بكره الثلاث هنطمن بشكل اكبر واكبر، لكن نسب لحاقه بنهائي دوري ابطال افريقيا تتجاوز ال 90% باذن الله تعالى. ده فيما يتعلق بمحمد هاني، واحنا اطمنا على اللاعب بشكل مباشر يعني. خلينا كمان نروح للوطن سبورت وبيتكلموا في نفس السياق، وهم هنا كمان بياكدوا لحق محمد هاني بالمباراه النهائيه، وان شاء الله هاني عنصر مهم جدا في تشكيله النادي الاهلي ومنتخب مصر، ان شاء الله يعود سريعا لانه احد اللاعبين المهمين. طيب كريم نيدفيد، وده من خلال حساب يلا كوره على تويتر، وبيقولوا ان في مصدر في النادي الاهلي قال لهم ان في اتجاه لتاجيل قيد نيدفيد بقائمه الاهلي للفتره الثانيه، وده خبر منطقي جدا واقرب للواقع ان لم يكن هو خبر مؤكد فعلا في الحقيقه، لان كريم نيدفيد عشان يرجع يشارك في التدريبات الجماعيه مع الفريق اعتقد مش هيكون قبل شهر 12 اطلاقا، فبالتالي هيبقى محتاج وقت لما انت تنزل تتمرن. يعني انت مش هتنزل تتمرن دلوقتي بشكل جماعي مع الفريق فتقدر تشارك في مباريات على طول، لا هتبقى محتاج وقت ان انت تبقى جاهز بشكل اكبر، والاهلي مش هيشرك كريم نيدفيد في اي مباراه غير لما يكون جاهز بنسبه 100%، فممكن ان انت تأيده في الفتره الثانيه اللي هتكون في شهر فبراير.